رجعت تاني كده ويدور دارك وتعالى مقدارك رجال جناني وتعالى مقدارك ده ياما ياما لما طالت الغيبة جابت القيامة لا خشاة ولا هيبة دلوقتي راجع تسترد مدارك شيل البراجع عن وشوش حضارك واشفي المواجع واللي فات يتدارك ورجعت تاني تضوي دور دارك. زول ايه الكلام ده؟
وارفع شويه عشان ابقى عندي مكان. خدي معاك. طب صح. روح روح كده. أول الأستاذ محمود ما يلف كده إيه؟ وصل. صباح الخير يا ولاد. صباح النور والسعادة يا ست الحاج. صباح النادي وزي الفل يا ست الحاج. خليكوا زي ما انتوا. تعال انتوا. رجلوا. فين يا ابني بقية الغرفة؟ هو يا ريس. أنا كلمة تتكلم. أنت محبوس يا غفير. أنت مجرد حزة غفير. زيك وزي الغفر الرفيق دول كلهم. شرفكم إيه يا أولاد؟ أنا كده وقت خناقة ده والبلد فيها اللي فيه. لو كنت نفضل عادي ما كانش يهمني. فين محمد عادل وفين ال مامي؟ بس وكنت فاكر انك فهمان. كل اثارك في عيب دمه شط. ما تامنش لاي حرمة حتى لو كانت امك ذات نفسيه. السلام عليكم يا عمدة بشتين. أو زي من عمدة بشتين عباس يا سخاوي. عندك مظلمة ولا شكوى؟ معلوم يا عمدة. لنا حداكم طار ودم.